طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين قناة الخط الساخن. اليوم عندنا حلقة جديدة اللي هي الرد على أسئلة المتابعين. أنا لي زمان ما برد على الأسئلة، فخلينا نشوف اليوم نرد على الأسئلة كلها. طبعا نرجع تاني مرة إن شاء الله في القناة، نبدأ نعمل حلقات مرة تانية من أول وجديد. انشغلت عنكم الفترة اللي فاتت وكثير بيرسلوا لي على اليوتيوب. طيب خلينا نشوف الآن التعليقات. طبعا اللي يسألونا على الكلاب الجرو الهاسكي، الجرو الهاسكي هذه الكلاب كانت معروضة تقريبا من 3 سنين، فراحت الكلاب هذه من زمان. خلينا نشوف ايش التعليقات. واحد يقول لي اذا انا كلبي ما يرضى البس الطوق ويعضني. طبعا في حلقة عندنا جديدة قديمة من الحلقات القديمة اسمها كلبي يعضني. الطوق لازم يلبسه الكلب، تبدأ تعلمه عليه تقريبا من عمر شهرين، شهر ونص، شهرين، تعمل له طوق صغير من غير الليش، وبعد عمر شهرين 3 شهور تبدأ بالليش تمسك له إياه عشان يبدأ يتعود عليه. هو يشوف ايش أول حاجة إنه شيء غريب، بعد كده هيلاقيه شيء عادي. طيب واحد بيقول لي لسه جايب كلب هاسكي عنده 5 أشهر أو 8، هو مش بينبح اصلا وخايف، بس هو بقى بيجري معايا بس مش بيحب الكرة ولا بيجي لما اندهله. طبعا يا شباب انتوا عارفين الكلب الهاسكي بطبعه عنيد، يحتاج له صبر، يحتاج له وقت عشان تشغله. عشان تعلم الكلب على الكرة، مو اي كلب يتعلم على الكرة، الكرة تعلمه اياها بالوقت، كل يوم تدي له كوره، كل يوم تدي له كوره. هو ما بيحب الكوره في البدايه، حيسيبها، بس انت لما ترمي له الكوره وتبدا تدي له مكافاه لو جاب لك الكوره يبدا هو يحب ايش الكوره. طيب في طبعا كلهم يقولوا لي بكم 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 بكم. يا جماعة الكلاب هذه ليست للبيع، هذه الكلاب ليست للبيع. طيب كله للبيع. طيب السلام عليكم. طبعا انتوا عارفين الان انتوا داخلين على، احنا داخلين على الشتاء هنا، انتوا داخلين على موسم الصيف. موسم الصيف لابد انك انت تنتبه للكلب من الشمس، من الحرارة. الناس اللي تحط كلابها في السطح، اللي في الروف، اللي تحط كلابها برا، لابد انه يكون عنده موية 24 ساعة، يكون مية موجودة. لازم يكون في مكان ظل، لازم يكون في مكان ظل ولا حيموت. طبعا وتنظيف المكان اول باول، لازم ننظف مكانه اول باول. طيب طيب واحد يقول انا عندي كلب كل مره يقطع انابيب المويه، المي اللي بيسقوا فيها الزرع، وكل يوم ابدلها، واذا سكر عليه في القفص بتاعه ينبح طول الوقت. الكلب بطبعه لازم تعطي له حاجه تخليه يسيب المواسير هذه ما يقطعها. فانت تروح عند اللحام، في عظمه بيبيعها، تجيب له من العظمه هذه، او محل مستلزمات حيوانات اليفه في عظام بتيجي، لانه هو بيحتاج انه هو يعضعض الاشياء. فانت طول ما هي طول الوقت في وقته ما راح يقدر يقطع لك لا بيتك ولا يقطع اي حاجه. طيب واحد يقول عندي هاسكي عمره 2 شهر، احميه عادي ولا لسه صغير، واستعمل شامبو عادي ولا لازم شامبو مخصص للكلاب؟ طبعا 2 شهر ممنوع تحميه لين يوصل 3 شهور. تقدر مثلا تجيب بفوطه كده مبلوله شويه مويه وتمسح عليه، تقدر تستخدم
شامبو الأطفال أو تجيب له شامبو مخصص لهم عادي اللي براح كله يمشي. واحد يقول الهاسكي مالتي اسمه سيمبا عمره شهرين ونص لكن لا يرضى يعمل حمام في الشارع أو خارج العمارة إلا في البيت أو في مدخل العمارة. أنا مليت وأنا أنظف وراه. طب هو عمره شهرين ونص يعني أنت لسه يبغالك وقت معه، أنت لسه يبغالك وقت معه، حاول معه، أكلته، شرب موية، خرجه، لا ترجعه البيت لن يعملها. مو أول ما يعملها ترجعه البيت كده هيفهم إنه هو لو عمل هيرجع البيت، هو مثلا ما يبغى يرجع البيت، لا أنا خليه يعملها براحته وكمان أمشي شوية بعدين أرجعه البيت عشان يعرف إنه هو شيء عادي. 5 أيام بالضبط إذا تعلم إنه هو يعمل برا البيت استحالة يعمل لك إياها جوا البيت. هتلاقيه هو عند الباب يستناك يباك تنزل، زي الكلبة اللي كانت عندي إيش اسمها، هي الكلبة البيضة، والله نسيت اسمها. هذه استحالة، أنا كنت حاططهم في الروف، استحالة إنها تعمل في الروف، استحالة. يعني ممكن أسيبها يوم كامل تقعد مستنية لما أجي، أول ما أجي ألاقيها تبى تخرج برا تعملها، استحالة. لأنه اللي كانت عنده مربيها كان معلمها إنها ما تعمل في البيت، تعمل برا. فالكلب على حسب ما تعوده. طيب في عندنا كلهم عندهم المشاكل اللي هي الحمام. في عندي أنا حلقة في اليوتيوب كاملة اسمها حمام الكلاب، تابعوها، هذه لها فيها كل الحلول يعني. ودائما حاولوا لما واحد يبغى يجيب كلب لا يجيب كلب عمره مثلا 2 أو 3 شهور، يعني 5 أو 6 شهور وانت طالع أفضل لك عشان البارف والأمراض، لأنه الصغير يكون مناعته مرة ضعيفة فتمرض يمرض، وتكلفة العلاج للكلب مرتفعة. يعني انت لا تحسب انك انت مثلا جبت والله جرو سعره رخيص، والله او واحد اداني اياه، انت اللي هتصرفه عليه اكثر من قيمته، اللي هتصرفه عليه اكثر من قيمته، من علاج، من اكل وشرب، من ادوية. يعني لا تستهينوا في الموضوع هذا، لا تحسب انه هو كلب وخلاص، لا، طب ما هو عنده تطعيمات لازم ياخذ كل التطعيمات كل حاجة. فهذه بالأول وفي الآخر هي روح، فأنت لازم تتبع الروح دي ولا أنت تحاسب عليها أصلا. طيب واحد مثلا عندي مثلا اللي هي الحلقة كيف تدرب الكلب الصغير الجرو على الحمام، أفضل الطرق. واحد كاتب لي في التعليقات أنا حاولت بالطريقة لكن للأسف ما ضبط، عندك حل آخر؟ يا جماعة هو مو أنا لما أنزل حلقة وأقول لك أفضل الطرق إنك تعلمه تروح أنت تجرب مرة واحدة وتقول والله ما ضبطت معايا، لا، هو ما هو ريموت كنترول الكلب، الحيوان مش ريموت كنترول، لازم تشتغل معاه. بس إذا اشتغلت معاه 5 6 7 أيام 10 أيام خلاص الكلب تبرمج لوحده، بس هو ما هو ريموت كنترول، لازم يعني ما هو إنسان، ربنا خلقنا إحنا إنسان نميز هذا وهذا وهذا. حتى الطفل الصغير عندك، الطفل الصغير عندك أنت بعمر 1 أو 2 أو 3 يعرف يروح الحمام؟ ما رح يعرف يروح الحمام، لكن أنت تبدأ تدربه، أنت هتدربه من مرة واحدة هو هيفهم؟ استحالة. ونفس الطريقة كلهم نفس الطريقة، فلا تفتكر يعني إيه. طيب واحد يقول لي السلام عليكم أخي، بس سؤال، عندي كلب هاسكي كثير يلعب ما يهدى أبدا، كيف أحل هاي المشكلة معاه؟ يعني حتى بس أمشي أول ما ينزل كثير يشد، بس وقت يتعب يهدى. طيب خلاص أنت عندك الحل، ما الكلب الهاسكي عنده باور، عنده طاقة يحتاج أنه يخرجها، استحالة أنك أنت تخرجها إلا بالحركة. وفي موضوع تاني أحب أتكلم عليه، الليش اللي هو الطوق للكلب الهاسكي. هنا في البرازيل كلاب الهاسكي أغلبها يعني نقول 60-70% ماشيين من غير طوق، 60-70% من غير طوق، إلا في دولنا إحنا العربية استحالة أنك مو هاسكي تشوف أي كلب من غير طوق، هنا بيمشي معاه ولا يروح أي مكان. ليه؟
لأنه هنا البيئة مساعدته، هنا البيئة مساعدته يخرج. مثلا زي المنطقة هذه اللي أنا فيها، هذه مخصصة للكلاب، تقفل الباب تسيب كلبك هنا، تبدأ تعلمه أنه يمشي معك. لكن أنت مثلا في دولتك العربية ما عندك شيء مخصص، أنت عشان تدرب الكلب أنه يمشي من غير طوق لازم يكون في سياج في الأول، لازم يكون في سياج، والله تقعد تلحق وراء من دحين لبكرة، لازم يكون في سياج عشان تقدر تسيبه في مكان وتبدأ أنت تعلم أنه هو يمشي معك، صح ولا لا؟ لكن أنا مثلا ما أطلع فيه مثلا في مكان عام وأقول والله أنا بعلمه مثلا أنه هو يمشي معايا، لا، هيسيبك ويمشي، بالذات الهاسكي. هنا طبعا الكلاب اللي يخليهم يمشوا من غير طوق أكثر شيء أنه هو من عمر 3 شهور يمشي معاه في الشارع، يمشي معاه في الشارع من عمر 3 شهور. فهو عمر 3 شهور هذا الكلب تلاقيه خاف طول الوقت، لاصق جنب صاحبه طول الوقت لأنه خايف، فتلاقيه خلاص اتعود. ويوميا هنا يوميا ينزلوا كلابهم، يوميا ما في كلب تلاقيه ينحبس يوم في البيت، استحالة. فترة الصباح هذه وفترة، طبعا احنا الآن فترة ظهر ما في ولا أحد لأنه فترة الشمس هذه الأيام. طيب واحد يقول لي شو نوع المكافآت؟ نوع المكافآت على حسب الكلب تبعك إيش يحب، يعني إيش الحاجة اللي يحبها، برجر، جبنة، الشيء اللي يحبه كلبك هو خليه المكافأة له، ولا تعطله إياه بكثرة عشان يبدأ ينفذ لك الأوامر. الكلب بس يتعلم. هنا في كلاب عمرها 12 سنة و 14 سنة، هنا الكلب صاحبه ما بيسيبه لين يموت. الكلب 12 سنة 14 سنة، أنا شفت كلاب 12 و14 سنة هنا، وأقول لهم هذا كم، يقول لي هذا 12 وهذا 14، عمر يعيشوا معاهم. بعكسنا إحنا الدول العربية 2-3-4 سنين وراح غير كلب تاني. تقريبا هذه الأسئلة المهمة لحلقة اليوم، ودخلت في مواضيع تانية، الحمام الكلاب، ودخلت طبعا في عندي حلقات كثيرة شرح بالذات كلها متخصصة في كلاب الهاسكي، شرح طريقة الحمام أو الكلب يعض أو إيش الأكل المفضل لدى الكلاب، كل الحلقات هذه موجودة عندي على القناة على اليوتيوب. إن شاء الله في الأيام القادمة أبدأ أنزل حلقات تانية تدريب كلاب أنواع تانية أو هاسكي، اللي موجود حاخده معايا، نبدأ نعطيهم أوامر من أول وجديد. كده خلصنا حلقة اليوم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.